وزارة الرياضة اختارت الزمالك رسميا ببطلان فتح باب الترشح للانتخابات عشان تقليط الأدوية، والكل في انتظار امتى هيتم فتح باب الأدوية. وفريق الزمالك لليد وصل بسلامة الله إلى السعودية وخد أول مران عشان هيلعب برشلونة بإذن الله بأمر الله يوم الأربع. كل التمنيات بالتوفيق، وقادرين قادرين ان هم يكسبوا. انا بقول لحضرتك قادرين ان هم يكسبوا، احنا عندنا فرقه محترمه جدا جدا. ماذا يحدث في الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم؟ هل بالفعل هناك جمعيه عموميه يوم 15؟ هل الانتخابات على الابواب؟ هل استقروا على عوده المراه وان يكون هناك مقعد للمراه في الانتخابات وعدد الاعضاء؟ قائمه مفتوحه قائمه مغلقه؟ تعالوا نروح لمهندس الجمعية العمومية سيادة النائب طارق السيد رئيس النادي الأولمبي عضو مجلس النواب. مهندس طارق مساء الفل عليك يا أبو الكبات. مساء الخير يا أبو الكبات، إزاي حضرتك؟ إزيك؟ تحياتي ليك ولمشاهدينك الأعزاء. ربنا ومستمعينك كمان، لأنه مستمعينك معانا النهاردة كمان، احنا بنذيع إذاعة وتلفزيون يا باشمهندس. أبو الكبات قول لنا آخر الأخبار. أنا عارف إنه الجمعية العمومية بتجتمع على تجمعات، يعني مش كلكم بتجتمعوا مع بعض، مجموعة في مجموعة في مجموعة، لكن وصلتوا في النهايه لتصورات، اخر التصورات واخر التطورات. هو طبعا حضرتك عارف ان كان في موقف قديم لم يحل. نعم. والموقف القديم ده كان راجع الى الجمعيتين العموميتين ال 2020 واللي قبلها اللي كان فيها لائحه. نعم. الوضع الحالي ان اللائحه الاخيره لم تشهر، وبالتالي يكون لك الحق ان في لو اي تعديلات على بنود اللائحه او اقتراحات من اعضاء الجمعيه العموميه يمكن ان تناقش بموجب قانونيه الوضع ده. تمام. فاصبح دعاوي بعض الانديه مشكوره وكيل الدعاوي والاجتماع لمناقشه الاقتراحات وتعجيل وتسريع عقد جمعيه عموميه علشان يكون بقى لجنه، عمل اللجنه يكون تم على وجه اجمل اللي هي تسيير الاعمال واجراء اللي هي اللجنه الثلاثيه. نعم. تسيير الاعمال واجراء الانتخابات. قدمت في المناقشات الاخيره بعض الاقتراحات خاصه بتاكيد شروط الترشيح لمدتين، تصعيد المدتين من اسفل الى اعلى، يعني بعض العضو يكون يتم تصعيده بعد مدتين لاعلى وليس العكس، يعني فعلا رئيس ينزل لنائب او نائب ينزل لعضو. طبعا تثبيت موضوع المراه زي ما قلت، زي ما حضرتك ذكرت. نعم. لابد من وجود امراه. شروط الترشح نفسها الخاصه بالمباريات والتحكيم الخاصه باللاعبين والحكام والمدربين واعضاء مجالس الادارات قائمه زي ما هي. الاتجاه الى اقتراحات القائمه المغلقه، يعني المناقشات اسفرت عن الميل اليها اكثر من الترشيح الفردي. طبعا هو لم يتم حسم الامور كامله. الايام القادمه ربما سيكون الاجتماعات القادمه هي التي ستحسم القرارات النهائيه. وان شاء الله يمكن على اخر الشهر يكون تم تحديد موعد الانتخابات فيها طبقا للتوقيتات المطروحه، يعني ان شاء الله. امتى الجمعيه العموميه الغير عاديه تقريبا تعقد؟ الجمعية الغير عادية ربما في منتصف الشهر، يعني متهيألي أسبوع، يعني في خلال أسبوع هيتم التحديد، ربما يكون في منتصف الشهر. نعم. ومحتاجين على الأقل 15 يوم طبعا على الأقل علشان نعقد الجمعية العمومية. لا معلش، لا معلش عشان أفهم، يعني 15 في الشهر تعقدوا الجمعية العمومية الغير عادية ولا تدعوا لها؟ انا بتكلم على الجمعيه العموميه غير عاديه لتعديل اللائحه مش للانتخابات اول. ايوه الاول لتعديل اللائحه. دي هتعقد في منتصف الشهر غالبا، يعني ربما ربما ماشي. ربما تكون في ثم يعني على الاقل محتاجين طبعا للدعوه وللاجراءات على الاقل في 15 يوم كمان، يعني نعم يعني تهيألي يعني تتوقع يعني ممكن على اخر الشهر تكون الانتخابات، اخر شهر نوفمبر ولا اخر شهر 10؟
اخر شهر 10 او اول اسبوع اول 10 ايام في نوفمبر. ده اجراء الانتخابات الجديده طيب. ان شاء الله توجه الاتحاد المصري الى الفيفا انه قال انه في اعضاء طلبوا تعديل وبعت لهم، والاتحاد قال له طب ابعت لي التعديلات عشان ارد عليك. شايف انه ده تسويف للوقت يا باشمهندس؟ لا، هو برضه ده اجراء ضروري. نعم. نظرا لان طبعا زي ما ذكرت ان الماضي ما زالت اللائحه التي نقشت في 2020 اعتمدها الفيفا مؤخرا وارسلها الى اللجنه الثلاثيه التي اعتمدتها ثم ارسلت للوزاره. فمن المنطقي ان اذا كان في اي تعديلات من المنطقي والطبيعي ان يتم ارسالها الى الفيفا، وخاصه ان التعديلات بسيطه جدا وجاءت متوافقه ايضا مع ما تم اعتماده في 2020 ووافق عليه الفيفا ايضا. فاعتقد ان لن تكون هناك اي مشكله فيما يتم طرحه. يعني من حسن الحظ ان حضرتك رئيس نادي وعضو جامعه عموميه وعضو برلمان ايضا، هل بالفعل هناك نية بالتوجه لتعديل قانون الرياضة في مجلس النواب؟ موضوع قانون الرياضة من الدور الانعقاد الماضي، وهو يعني احنا بنناقشه في بعض البنود الرئيسية. ما هوش تعديل كبير، ولكن تعديل في بنود اعلنت من قبل الوزارة واعلنت من قبل مناقشة اللجنة، خاصة في موضوع الاستثمار وموضوع مركز التسوية. يعني ما هوش تعديل كبير، مركز التسوية والتحكيم واللجنة الأولمبية اللي هو منصب رئيس اللجنة، يعني حصل فيه حديث فيه من رئيس اللجنة الأولمبية هو رئيس مركز التسوية. واعتقد الفصل بين السلطات في الحته دي امر هام جدا، يكون لكل سلطه مستقله زي ما هي موجوده برضو بنصوص القانون، ولكن ربما هذا التعديل ياخذ شكل ايجابي اكثر من الوضع الحالي. وبعض طبعا السلطات الاداريه الممنوحه للجنه الاولمبيه واستعادتها الى وزاره الشباب والرياضه، خاصه بصدور اللائحه الماليه الاخيره لكي تتوافق مع بنود القانون الموجود حاليا. هل هناك اسماء ترددت للترشح على المناصب ولا لسه؟ لا لسه يا دكتور. لسه خالص. ما فيش اي حوار في هذا الصدد خالص حتى الان. يعني الجمعيه العموميه مستمره في مشوارها لحين اجراء انتخابات؟ مش مستمرة طبعا في هذا المشوار لحين اجراء الانتخابات. ويعني كانت برضو النقطة برضو المهمة عدد، يعني في تعديل في عدد، هيتم الرجوع للعدد ما قبل اللائحة الماضية لعدد اعضاء الجمعية اللي هو كان 146 ولا 96؟ 146. نعم. 146 ده العدد النهائي خلاص. ده العدد اللي هو اخر اعتماد للائحة موجودة في الفيفا مصر. نعم. 146. بشكرك شكرا جزيلا مهندس طارق السيد عضو الجمعية العمومية رئيس النادي الاولمبي وعضو مجلس النواب، من الشخصيات المحترمة جدا على فكرة، وكان لعيب كرة محترم طارق السيد، وصل للمنتخب الوطني وكان احد اعضاء منتخبات الشباب ايضا.